لما منقول بندلي مين منا ما بيخطر عباله أكتر من أغنية وبيرندح معها بزعل منك بهرب ليك وردي حمرة مشوار أغاني وذكريات كتار بعده مفتوح على كل المشاهد. لا لا
الإطلالة الأولى عبر شاشة التلفزيون بالسبعينات كفيلة إن تغير حياة عائلة بكاملها. عائلة بندلي عشقت الفن اللي طبع طفولتها، وهي بدورة نقلته للناس بأسلوب وهوية ميزوه عن الكل. عائلتنا عائلة ما مثل عائلة، لازم تبقى هاي ما هيك وهاي هاك ما هيك. ميشلين، رني، دورا، فاديا، نورما، روجيه، يولا، سونيا، هانيا، ناديا، رندا وفادي. 12 فنان وفنانة خلقوا خط خاص بالموسيقى والأداء والأغنيات، وكانوا الاستثناء بعالم الغناء بلبنان والدول العربية. بمدينتهم طرابلس انطلق أول لحن وانعزف على الصحون بالشوك والملاعق، لتتبعوا بعدها أول شكوى من الجيران للمغفر عن موسيقى ما بتوقف ببيت بندلي. وبزمن عمالة الفن العرب واللبنانيين انطلقت العيلة اللي كانت تكتب، تعزف، تلحن، تغني، وقدرت تحقق نجاح كبير بالانتشار والمبيعات عكس فرادة المشهد والمضمون. صوت دورا اللي بيجمع ملامح مختلفة من الألوان الغنائية قدمها بإحساس ما بيشبه تاني. بعائلة بندلي انجمعت المواهب واجتمعت لتجدد بالغنية، واليوم وبعد أكتر من 30 سنة بعد الأغاني حلوة وبعدها بتحملنا لزمن الحنين والنغم. الله الله دورا بندلي، كأن السنوات ما مرقت لا على شكلك ولا على صوتي. شكرا كثير كلك ذوق، بيزداد حلاوة. الله يخليكي. وهالأغنيات كل واحد منا بفتكر اللي عم بيحضرونا ببيوتهم واللي موجودين هون أخذته على قصة. أنت وين أخذوكي هالأغاني؟ أخذوني على أيام كانت كتير كتير حلوة. أيام أول ما بلشنا هيك مع بعضنا كانت أيام كتير حلوة، وال يعني مع هالوضع هديك الأيام كانت الساعة أحلى. بس بكفي انه كنا مع بعضنا، كان شبعتنا. تفرقتوا كعائلة؟ لا ما تفرقنا، بس تعرفي كل واحد صار عنده عائلة. يعني اخواتي في ناس تزوجوا عندهم عائلة اسم الله، ونحن بالعكس كلنا كل يوم بنجتمع كلنا سوا. بس في ناس صارت مسافرة، في ناس من غير شر. تعرف على مستوى الغنية والغناء والمسرح، لما واحد بينحرم من الضوء، من الزقفة، من التصفيق، شو بحس؟ كيف بيتعاطى مع هالشي؟ تخبرك شغلي، لحنا يعني ما تغير علينا شيء. صحيح احنا هلا بزماننا كنا كتير كتير مشهورين بهداك الوقت، بس لحنا طول عمرنا كنا عم ندل نعمل أشياء جديدة ونحضرها، حتى لو كانت قساها بال مثل ما بيقولوا بالجارو. مزبوط. ايه بقى ما تغير علينا شيء. نعم. مع بعضنا السنه وعم نحضر اشياء كثير. نعم. كنتوا تنافسوا بعضكم؟ ليكي بالمحبه، لا كل واحد عنده ستيل خاص. يعني كل واحد عنده نوعيه صوت. والحلو والحمد لله اللي هيدي ثروه عنا كثير كبيره، انه كل شخص من اخواتي عنده بيلحن، بيغني، بيلحن، كل واحد عنده ستيل خاص ما بيشبهوا بعضهم. هلا سالتك عن اغنيه قلتي لي لا لاختي. ايه يعني كنا نضيع اوقات انه نحس انه بتفكري انه بنشبه بعضنا مثلا، بنشبه بعضنا بالصوت بتفتكري؟ ايه مثلا تبقى تلفلي بالليل. هلا انا عم بسمع الاغاني حسيت انه يا ريت تتغنى معها، انه هي الغنيه، هيدي الغنيه لاختي يولا. ما بعرف، يمكن العالم تعودت، ما بعرف. ايه بس فيها زيت الروح يمكن. ايه حلو كثير. لجورج يمين هي. لجورج يمين. اللي هو عامل لكم كثير من الاغنيات. عملنا كثير اشياء. صحيح. صحيح. فيك تغني لي اياها شوي؟ اي تبقى تلفلي بالليل؟ ليك انا بدي لك شغله. مشان روح الاخوه والعائله. لا ولو على راسي، بس بتعرفي يعني نسيتيها. مش نسيتها، يعني ما حتطلع مثل اختي يولا. اوكي. بس بقدر اقول لك، ما بعرف اذا كنت حافظه شيء مقطع صغير.
تبقى تلف اللي بالليل واحكيني عن شوق الليل. تبقى تلف اللي بالليل واسقيني عن شوق الليل. خلي صوتك نهر بقلبي ياخد مني حزن الغربي ويغمرني بعتم الليل. الله تسلمي. مرسي. بسم الله عليكي. مش صوت هيدا، فرقة موسيقية كاملة. هيدا من ذوقك. نحن هلا عم نحضر اشياء كثير كثيرة. عم تحضروا اعمال جديدة؟ طبعا. نعم. نحن ما توقفنا ابدا. بس ان شاء الله هلا في فكرة انه نعمل سهرة. نعم. ان شاء الله ان شاء الله تغنوا كلكم فيها؟ لا. بس اكيد كلنا مشتركين، كل اخواتي. نعم. مشتركين بس. نعم. بتعرفي لظروفهم ما بيقدروا يكونوا متواجدين معنا. منحييهم كلهم وين ما كانوا. تسلمي. كلك ذوق. شكرا دورا بلدلي. انا ممنونتك، شرفتينا بحضرتك. انا بتشكرك.